السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معنا مرة أخرى في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. اليوم البنات غادي يكون فيديو خاص بجليلبات جليلبات بالقفطناس ديالهم، ولكن جليلبات خفيفين البنات، ماشي ضروري أنكم تلبسوهم غير وقت الحضور، فممكن أنكم تلبسوهم دائما، حيت كما قلت لكم واخا هما دو بيس، ولكن القفطان درناه في لاموسلين. لاموسلين كما كنعرفوا راه بارد وما غاديش يتقل عليكم، خفيف وفي بارد، يعني واخا في فتره ديال الصيف ممكن انك تلبسيها تتجي غزاله البنات فنه. كنتمنى يا ربي هاد لي موديل هادو ينالوا الاعجاب ديالكم. بغيت نقول لكم البنات اللي اول مره كتشوف وكتصادف القناه ديالنا، ما تنساش انها تابونا معنا في لاشين، وكذلك البنات ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس، حيت ديما كيقولوا لي الناس بلا ما كيوصلوناش لي فيديو، ما تنساش انكم تضغطوا على زر الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد. واللي ديجا مابوني معنا في لاشين وما كيوصلوش ما ينساش انه يحيد يدير ديزابوني ويعاود يتابونا هكا باش يبقاو يعاودوا يطلعوا ليهم لي فيديو مره اخرى. شكرا لكم كاملين على لي ميساج ديالكم البنات، وما كرهش البنات نتوما تشاركونا الاراء ديالكم في لي كومونتير على جليلبات وعلى اي حاجه كتشوفوها عندنا في القناه، وكذلك الا بغيتوا تزيدونا افكار اخرى فمرحبا بكم كاملين والافكار ديالكم اكيد. وكذلك البنات اللي بغات شي استفسار او اللي بغات كوموندي شي حاجه ما عليها الا تصيفط لينا في لي نيميرو التليفون اللي تنخلي لكم دائما في اسفل كل فيديو، كذلك في الديسكريبشن بوكس، وتنخلي لكم لي ليان ديال لي ريزو سوسيو سواء انستغرام او لي فيسبوك. مرحبا بكم كاملين. الوغ البنات دابا غادي نمشيو وغادي نشوفو الجلبات اللي جبنا لكم اليوم. اليوم البنات غادي نوريكم الجلبات بحال هكا محطوطين، باش حتى اللي ما كيبانش ليها ملي كنكون انا تنصور بحال هكا في المرايا ولا شي حاجه ما تيبانوش ليها اللوينات اولا ما كتبانش ليها الزواقه، فاختارينا اننا نصورو لكم بحال هكا الجلبات، ومن بعد غنوريهم لكم ملبوسين، حيت اكيد ما تيبانوش بحال هكا غير محطوطين، كيبانوا اكثر ملي كيتلبسوا باش تشوفوا حتى الشكل ديال القفطان كيفاش كيجي من تحت. الو غادي نبداو البنات بهذه الجليبه هذه، كما كتشوفوا لا كولور ديالها في الموف، كلها البنات مجموعه بالعقيق، يعني هاد الجليبات هادو اللي ولاو دابا كيتلبسوا هكا كلهم مجموعين بالعقيق تيجيو حضارين. كما كتشوفوا الرشيمه اللي كاينه فيها في الطوق هنايا، كاينه فيها الزواقه هذه اللي جايه بحال ليها فيها الشبكه، شوفوا لا كولور اللي دخلنا، دونك هذا الدوغي اللي فونسي بزاف ومعاه بلو مارين وبيستاج، صراحه تفوتوا بزاف مع هاد لا كولور الموز. هانتوما كتشوفوا كذلك لي مونش كيفاش جاو، فيهم النص ديال هاد الرشيمه هذه جات بحال هكا بحال شكل ديال اناناس، جات غزاله البنات. دونك هاد الرشيمه هذه كاين كذلك البنات القفطان، هانتوما كتشوفوا درناه في الموف طوق، هو تيبان لكم هنايا غادي تشوفوه اكيد ملي غادي يلبسها وغادي يتبان لكم. كذلك البنات كاين هنايا في سيحات فوالا، هانتوما فيها حتى هما التريسنات، يعني خديمه البنات راها مقيقيه ماشي سواقيه. بالنسبه للثوب البنات الثوب راه خاب كما كتشوفوا معانا، والقفطان درناه في موسلين كان ما بغاش تخرج ليه، صراحه البنات هذه راه كتجي زوينه بزاف كما كتشوفوا، الصاله ديالها راها صاله مخزنيه. هانتوما غادي نشوفوا دابا اللون الثاني، فوالا البنات شوفوها في لا كولور بلوسيال غزاله اللون ديالها، وكذلك القفطان حتى هو بقى في الهتام ديالها درناه اللون في اللون، ديجا اللون ديالها بارد وباين، والخدمه اللي فيها حتى هي راه باينه اكثر، يعني داكشي علاش ما بغيناش نديرو شي لون اللي يكون فلاشي غادي يجي عاوتاني اوفر بزاف وغادي يجي كيبان هكا، باش تقدري تستافدي منها وتلبسيها الوقت اللي بغيتيها كتجي مزيون. دونك بالنسبه للخدمه البنات كما كتشوفوها كلها مجموعه بالعقيق بالباكيت كما كيبان لكم، الباكيت صغيوره البنات، كذلك الباك ستراس اللي كيعطي بلا كولور، هانتوما كتشوفوا الطق، هانتوما شوفوا الخديمه، دونك القب عامر هنايا كلها مجموعه، هانتوما تراكز الجناب غادي تبان لكم اكيد في اللبسه كتجي صراحه رائعه هاد الجليبه هادي. بغيت نوريكم كذلك البنات الخدمه اللي فيها هنايا في الطوق، دونك الرشيمه اللي درنا هنايا في الصدر، شو شعري الرشيمه اللي درنا هنايا في الصدر بالبلوغوا، ما دخلنا ليها حتى شي لون اخر باش تجي باينه، كذلك الرشيمه كاينه هنايا فوق الافتتاحات
هانتوما كتشوفوها، شوفي شوف جات غزاله بزاف البنات. قطعتي واش تقطع ولاش كديرين؟ دونك البنات كما قلت لكم هذه جات غزيوله، سورتو ملي جمعناها بهذه الطريقه ديال الباغيت في الدوغي جا باين اكثر. كما كتشوفوا القفطم ديالها حتى هو في البلوسيال هنايا في الطوق و لي مونش. فوالا البنات، دونك حتى هي غادي تشوفوها ملبوسه وغنشوفوها كيفاش كتجي. دونك البنات هاد الجلابه هادي اللي في لورانج، لورانج هاد لا كولور هادي اللي دابا ولا طوندونس ولا مطلوبه عندنا بزاف، كيجي صراحه زوين بزاف هاد اللون هذا. ونيت من اللوينات ديال الربيع والصيف، يعني اللوينات اللي هما مفتوحين وكيجي مع بزاف الالوان في البشره، يعني اي وحده سورتو الناس اللي تيخافوا انهم يزعموا يلبسوا هاد لا كولور هادي، فصراحه كتجي زوينه وغادي تواتي ان شاء الله اي وحده. وكتبان ان فريمون بدلتي من داك لا كولور ديال الجلبات اللي مولفين ان كنشوفوا عندنا في البلاكار، يعني اللوينات اللي هما عادي بحال الكرونا والزراق و النوار والبلون كاسي. دونك هاد لي كولور هادو كيبان فريمون انك بدلتي وبدلتي شي جلابه اللي هي غزيوله. فهانتوما كتشوفوا بالنسبه للجلابه في لورانج الخطان كما كتشوفوا البنات في الزيتي، هذا اللي درنا عليه القفطم مبدل. فهانتوما كتشوفوا كيفاش كيبان، ديجا هي في تنبات، ديجا في تنبات البنات كما كيبان لكم، راه فيها الدوغي وفيها كذلك الزيتي. ودرنا لها القفطان ديالها في الزيتي غادي يجي باين اكثر، وفي نفس الوقت غادي يطفي هاد لا كولور هادي الاورانج، يطفي لها داك اللون ديالها، غادي تجي زوينه كما كتشوفوها. راه ما عمراش من هنايا بزاف، جايه الرشيمه هكا في عند الكتاف وجايه كذلك عند الراس ديال الكم من الفوق، وجايه هاد السلسه بحال هكا هابطة. دونك نفس الرشيمه اللي كاينه في الكمام كاينه في الصدر. فوالا كتجي خفيفه وكتجي غزاله البنات، حتى هي غادي تشوفوها كيف كاين. عاوتاني البنات هاد البلوغو هادي ان بلو كلير كما كتشوفوا، حتى هو البنات كله بالعقيق. دونك هاد الجلابات هادو كلهم كما قلت لكم عامرين، يعني كلهم مجموعين بالعقيق، هادو جلابات اللي هما حضاريين. وكذلك فيهم رشيمه بالعقيق كما كتشوفوا في هذه الجلبه هذه، دونك فيها رشمه هنا، فيها فوق الفتيحات من هنا ومن هنا. فوالا هانتوما شوفوا الرشمه اللي فيها، دخلنا ليها هاد اللوينات ثلاثه اللي جاوا زوينين مع هاد البلوغوا. بالنسبه للقفطان البنات درناه حتى هو في الغوز بيبي، فيه داك لو رابيل ديال الغوز اللي ديجا مدخلين هنايا في تنبات، فتا هو صراحه كيجي غزال. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيبان، وهانتوما شوفوا الرشيمه اللي كاينه كذلك هنايا في الكميمات. فدرنا هذه الرشيمه خفيفه حيت ديجا من هنايا عامره، فيها في الصدر وفيها رشيمات كبارين في الفتيحات، دونك حتى لي مونش درناهم شويه خفافين بحال هكا سليت رقيقه باش ما تجيش عاوتاني الجلابه تكون طرو شارج. وبقات البنات هاد الجلابه هادي كما كتشوفوا، هاد لا كولور هادي توركوا او لا فيغ او، اللون ديالها حتى هو زويون بزاف بارد بالنسبه لهاد الصيف هذا. بالنسبه للرشيمات اللي كتشوفوا فيه كاينه هنايا في الصدر كاينه هنايا لتحت، دونك جاي بحال هكا اختلاف. كاين كذلك هنايا في لي مونش نفس الرشمه اللي كاينه هنا كاينه في لي مونش. فوالا البنات كاينه في الكميمات بجوج بيهم، وجات وحده هنا وجات وحده هنا، جات في الشوفه غزاله بزاف البنات كما كتشوفوها، مجموعه كلها بالبلو مارين، يعني ما جمعناهاش بالذهبي كما قلنا باش كيتبدل الستيل وفي نفس الوقت كيجيو جلابات اللي هما مختلفين. درنا ليها كذلك القفطان في هذا لو جون بانانا كما كتشوفوا، اللوين فاتح اللي ديجا داخل عندنا هنايا في التنبات. فوالا حتى هو جا زوين بزاف. دونك المارياج ديال لا كولور حتى هو كياخذ لينا وقت، وكنحاولوا انني نديرو
اللوينات اللي كيجيو زوينين ويعني تلبسي فيهم وتعاودي، فصراحه يجيو مزيانين. غادي نخليكم دابا البنات تشوفوا هاد الجلبات هادو كيفاش كيجيو ملبوسين. كنتمنى يا ربي كلهم ينالوا الاعجاب ديالكم. خليو لينا لي كومون الاراء ديالكم في لي كومونتير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. مع السلامه.